معناه ان العدد اللي هو الجسم محتاج كذا علشان تبدله السكيلز اللي هو العضو الموجود، يبقى مش عايزين زياده بقى في الفيولوجي سبتمنت. يوم عدد الناس اللي تخش الفيولوجي بروجرامز تتحكم، واللي يتخرجوا بالفيولوجي بروجرامز يتحكم، والايميجرانس اللي داخلين الفيولوجي يتحكموا لان مش محتاجين. اوكي؟ I think I have a lot to share, the time is over. Thank you very much for your attendance and I wish you all the